السلام عليكم ومرحبا بكم. خرجنا اليوم للشارع المغربي باش نسولوا الناس على الاراء ديالهم في المتقاعدين المهمشين اللي حتى واحد ما بقى كيتسوق لهم، ما كيتستافدوا من زيادات، ما فهمناش حتى علاش ناقصين لهم حتى من داك الاجره ديالهم اللي كياخذوها في الشهر. داكشي علاش خرجنا اليوم باش نعرفوا الاراء ديال الناس. يلا معايا نشوفوا شنو قالوا. بغينا نسولوك على الناس اللي متقاعدين دابا، الوضعيه ديالهم اللي ولات بحال مهمشين، ما كيستافدوا من حتى شي حاجه، من زيادات ما كيستافدوا من حتى شي حاجه، ولاو مهمشين. شنو الراي ديالك في هادشي؟ الراي ديالي غادي نبدا من البدايه. لا سينيسيس تخونت، يعني الصندوق ديال الضمان الاجتماعي المسؤولين عليه خونوه، لانه عارفين المغرب كامل كيتكلم على هذا الموضوع هذا. كيفاش بغيتوا هاد الناس ديال التقاعد انهم غادي يتخلصوا، انهم غادي ياخذوا الراتب ديالهم؟ كاين تقطيع وقطعوا لهم حتى من الراتب ديالهم. كاين بزاف ديال الناس اللي كانوا كيشدوا 2000 درهم و2500 حيدوا لهم 400 درهم عوض ما يزيدوهم، حيت هذا دور ديال النقابات، دور ديال الناس المسؤولين عن النقابات اللي كيديروا المسرحيه، اللي كيتكلموا باسم الطبقه الشغيله والطبقه اللي في التقاعد. ما كيتحاوروش مع المسؤولين، ما كيتحاوروش مع الناس اللي خونات، اللي نهبات هذا الصندوق هذا، اللي ما لانه لقيت اللي كيتخون لا سينيسيس باش غادي نخلصوا هذه الخدامه وباش نخلصوا هذه المتقاعدين. المتقاعدين كيتخلصوا لانه خدموا واحد المده وكيبغي باش يرتاح، وباش من نهار غادي يرتاح غادي يلقى التقاعد ديالو في المستوى. ما بقاتش لنا باش نعطيو للعالم بلي ان غننظموا كاس العالم وننظموا ونبنيو لوطيلات ونبنيو مثلا الموبلات الواعرين ونقولوا واو، والمتقاعد مسكين مقهور. المتقاعد دائما كيتكلم في المنابر الاعلاميه وكيقول باللي حسبي الله ونعم الوكيل، باللي انه الراتب ديالو تقطع منه عوض ما ياخذه كامل، خدم 50 عام ولا 60 عام وفي الاخر حتى واحد ما كيتكلم عليه، ودور ديال النقابات منعدم، وما كيدافعوا على الطبقة الشغيلة المتقاعدين، ولا ما كيتكلموا على أرباب الشركات، الناس اللي لاباس عليهم، لأنه هما اللي كينصفوهم الحقوق ديالهم، عوض ما ياخذ الحق ديالو المتقاعد كياخذوا ذاك مول الشركة اللي خدموا 50 عام وكيستغلوا، 50 عام هو كيضارب عليه الكوفي، 50 عام هو ضارب مسكين كيخدم وكيتسنى ذاك النهار اللي يشد التقاعد ديالو. وتزاد الصالير ديالو على بالنسبه للهضره ديال الحكومه ديال الوعود ديالها اللي قالت بلي ان المتقاعد غادي تزاد لي واحد المبلغ، ولكن الوعود الكاذبه والمتقاعد مشى ما ضاع، ضيعوه في الخدمه ديالو، ضيعوه في التقاعد ديالو. ومره اخرى كنقول مادام ما كاينش اللي يتكلم، لا جمعيه لا نقابات لا مسؤولين على هذا القطاع هذا ديال المتقاعدين، انا بالنسبه لي كنسميهم المتشردين، لانه لا يعقل ان المتقاعد كاين بعض الفئات اللي كيشدوا 500 درهم و700 درهم في هذه البلاد كيضيعوا المواطن وحتى واحد ما كيتكلم. الراي ديالك في الناس اللي مهمشين هم المتقاعدين اللي ما كيستافدوش من الزيادات ونقصوا لهم من لي سالير ديالهم، شنو كيبان لك في هاد الناس هادو؟ هذا التقاعد خاصو الناس خاصو تقيد طماش مع الشركه، طماش شركه خاصو طماعي شركه خاصو يقيدو. علاش ما يقيدوش؟ هو تمشي تتخلص بلا طماش معي، لا واحد الوقت، دابا الوقت خاصو دابا داروها علاش داروها؟ خاصو طماش معي ولول وعلى التقاعد. هذا هو القانون ديالو. وعلاش تعطلوا هو تعطلوا عليهم؟ خاصو قبل طماش معي. علاش ما مشاش اداره اللي خصو يخلصوني قبل الضمان الاجتماعي؟ خصو يقولوا قبل الضمان الاجتماعي داروا قبل اختي، لا الضمان الاجتماعي كل لافو ديالو دار هو خصو يمشي قبل الاداره هما هكا. بالنسبه لجميع المهن منها التمثيل، حنا كنعرفوا بلي انت كنتي في مجال ديال التمثيل. انا ممثل نعم. الناس اللي انت من الناس اللي ما بقيناش كنشوفوك بزاف، واش انت كتعاني من الظاهره هذه ديال التهميش وديال انك ما بقيتيش انت؟ انا ممثل، جو عندي ضمان اجتماعي، عندي ضمان اجتماعي ما نخرجش ضمان، عندي لا ميديا راسنا، عندي لا ميديا تنخلص انا ما عنديش تقاعد. انا ممثل، وانا لا بغاني التقاعد وديروا لي التقاعد. انت كتعاني من التهميش هذا؟
لا ما ديرش تهميش. تهميش زعما ما بقاوش كيعيطوا ليك. لا 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 تعيطوا لي لا لا ممثل لا ما عنديش الدور ديالي ممثل. ممثل عز عليا ممثل وعندي تاريخ المسرح داير كلشي ممثل عز عليا لا تعيطوا لي علاش علاش ما تعيطوش ما عنديش الدور ديالي. ما عنديش الدور ديالي ما عنديش. وواحد القضية أنا عندي لا ميديا راسوران أنا ما مشيتش ما قريتش أنا نظام اجتماعي أنا قريت وزارة الثقافة تنقيد الثقافة عندي لا ميديا تنخلص من عند جيبي 14 فريال عام من عندي هما نظام اجتماعي تيجيو عندي قال لا ما نخلصش أنا نظام اجتماعي أنا تابع لا ميديا وزارة الثقافة وعلاش نظام اجتماعي تابع الشركة الوطنية بوحدهم علاش اش بغوا عندي أنا نظام اجتماعي أنا ما درتش نظام اجتماعي ندير لا ميديا ممثلين عندنا دراج عندنا ممثلين قدام تيعرفوني تنخدم معاهم ما كاينش تيخدمو تنبرك معاهم وهذه التقاعد هاد التقاعد نساوهم خصني نمشي عندهم هنا هذا علاش تعطلوا تقاعد اخرين على قبل الضمان الاجتماعي حيدوا لي الضمان الاجتماعي انا ما عندي الضمان الاجتماعي لا بطون تاعي ما عندي ما غندير لهم الضمان الاجتماعي عندي لا ميديا وانا ما عندي الضمان الاجتماعي عندها ممثل وزاره الثقافه صافي ودابا علاش باش كنستافد انت من هاد البطاقه هذه تقام فنان مسرح مزيان مزيان وزاره الثقافه مزيان وزاره الثقافه انا تابع الميديا نعم وانا ما تابعش الضم الاجتماعي ما عندي ما غير الضم الاجتماعي شبغوا عندي انا عندي انا ما تابعش الضم الاجتماعي يعني انت عندك مشكل مع الضم الاجتماعي لا ما عندي الضم الاجتماعي ما عندي ما لا سالتين لا سالتين ما عنديش ما تدخلش انا شي سالتين تابع واش الشغل شو الشغل واش تعرف واش الشغل متابع الضمان الاجتماعي لا ميديا تابع وزاره الثقافه هذا هذه بوحده هذه بوحده شنو الرساله اللي تبغي تعطي من هذا المنبر ها الرساله اللي تبغي تعطي من هذا المنبر ديال الرساله الرساله اللي تبغي تعطي اون جينيرال نعطي رساله ممثلين ما يديروش ما طامنش معي ديال الميديا لا ديال الميديا لا ميديا ممثل خاطر ديال الميديا تابع وزاره الثقافه هذه بوحدهم ممثلين خاطر يديروا راسو راس لا ميديا كانوا هادو اراء المواطنين كيف ما كتشوفوا راه ماشي غير مجال واحد اللي متضرر حتى من التمثيل والممثلين اللي راه مضرين في هاد البلاد هادي وانتم شنو هما الاراء ديالكم في هاد الموضوع هذا ديال التقاعد